وللقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد كروش. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة على قناة الحرة. بداية، ما هي قراءتك للمشهد في دول الساحل الإفريقي بعد هذه العملية النوعية والتي أدت إلى مقتل روتكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. نعم، هو الآن هذا خبر مقتل روتكال، هو يعني سقوط رأس من رؤوس الإرهاب. يعني روتكال دم الجزائريين يعني ملطخ يعني بيديه ويعني بكل جسمه. يعني روتكال وجماعته عاثت في الجزائر يعني فسادا طوال العشرية السوداء، وحتى بعد العشرية السوداء كانت لروتكال وجماعته سواء في الدعوة والقتال أو بالنسبة بعد انضمامه إلى تنظيم العالمي لتنظيم القاعدة، روتكال وجماعته قتلوا من الجزائريين الآلاف، يعني قتلوا الأطفال، وضعوا الأطفال حتى يعني في في في, في, في يعني يعني كشواء او في الافران، يعني المجازر الجماعيه التي قاموا بها في العشريه السوداء، حرقوا حتى المساجد، دور العباده، قتلوا العلماء، قتلوا يعني شردوا، حرقوا المصانع، خربوا الاقتصاد الوطني. اذا بسقوط روتكال عبد الملك في مالي، هو يعني يبدو ان الجزائريين تلقوا هذا النبأ يعني بفرح، على اساس ان روتكال هو ارهابي عالمي، يعني مصنف ارهابي عالمي على قوائم الارهاب العالميه، كذلك ان يده ملطخه بدماء الجزائريين. نعم. هذا راس من رؤوس الارهاب قد قضي عليه. طيب، ما الذي يميز منطقه الساحل الافريقي، والى اي مدى مقتل روتكال سيربك تنظيم القاعده في المنطقه؟ اولا، ان تنظيم القاعده، ولما نقول تنظيم القاعده والتنظيمات الارهابيه، هي يعني هي اسماء مختلفة لفكر واحد، سواء يعني جميع المسميات، القاعدة، داعش، السلفية والجهاد، كلهم أتوا من فكر واحد اللي هو الفكر السلفي الجهادي. إذا هذه مسميات، يبدو لي أن هذا الشخص يعني قتل وفيه جماعة حسب النبأ، مجموعة معه أخرى، لكن سرعان ما سوف يعني هذه الجماعة قطعا سوف تعين خلفا له. ويعني التجارب علمتنا ان دائما الخليفه يكون اكبر يعني نزعه اجراميه ونزعه ارهابيه، يعني يمثل جيل جديد من الارهاب ومن الاجرام في لهذه الجماعات. يعني كل مره يعني نجد ان مثلا القاعده بن لادن لم يكن كما ابو مصعب الزرقاوي، او لم يكن مصعب البغدادي لم يكن اكثر شراسه واكثر من مصعب الزرقاوي، كذلك بالنسبه لهؤلاء الاجيال. اذا يعني بالنسبه لي يعني للمجموعه، هو يعني ربط خيوط كبيره وله تنقلات كثيره في خاصة في دول الساحل، وبعد سقوط ليبيا وتوفر السلاح والذخيرة ويعني انفلات الأمني في شمال مالي، جعل من هذه المجموعات يعني أرض خصبة لنشاطها وتنقلاتها ولعملياتها الإرهابية. لكن هناك من هو متفائل بمقتل روتكال، يعني ويرى أنه الصفحة ستطوى ومن الصعب يعني إيجاد تعيين خليفة له. نعم، هو له تجربة كبيرة، يعني عنده 30 سنة تجربة إرهاب، يعني من 92 إلى اليوم، وكان قائد لهذه المجموعة لأكثر ما يقارب 20 سنة. إذا هذا الشخص له تجربة وله خبرة وله قدرة قتالية وله حتى قدرة تعليمية، لا ننسى أنه له مستوى جامعي وله هو يعني في التكنولوجيا، وكذلك أنه كان يعني في بداية العمليات الإرهابية مختص في صناعة المتفجرات وكذلك في التدريب والتعليم. إذا هذا له خبرة كبيرة جدا في القتال، كذلك النسج
علاقات كبيرة وكبيرة خاصة في دول الساحل، لكن هذا لا يعني أن تنظيم القاعدة انتهى من بلاد المغرب العربي، وخاصة كما قلنا الآن ما يجري في ليبيا، ما يجري في ليبيا هو من ما يدعني أن لا أكون يعني متفائل كثيرا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سوف ينتهي مع انتهاء درودكار. لكن الآن ليبيا ودول الساحل أصبحت مرتع لهذه الجماعات. طيب لماذا أستاذ؟ يعني لماذا رغم كل الجهود لمكافحة الإرهاب وبحكم اتساع المنطقة إلا أنه من الصعب تجفيف منابع تمويل الجماعات المتشددة في 30 ثانية لو سمحت؟ للأسف المجتمع الدولي، هناك دول في المجتمع الدولي تعطي باليمين وتحارب باليسار، يعني تدعم الإرهاب في جهات وبالمال وحتى ربما بالتسليح وبغض النظر في التنقلات، وفي جهات أخرى تريد الحرب على الإرهاب والقضاء عليه. وبالتالي يعني هذه لما يعني يكون هذا إرهاب عبر الحدود وهو يعني يهم جميع دول العالم، إذا لم تكن العالم يعني يد واحدة من أجل محاربته فلن نصل إلى نتيجة. وصلت الفكرة، شكرا لك. الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد كروش، كنت معنا مباشرة من الجزائر عبر خدمة سكايب.